ولأنه سوريا غاليا غرس حبها بقلوب أبنائها عبر الزمن. بعد الحرب الإرهابية عليها ما كان في إلا أنه أبنائها يوقفوا ويدافعوا عن طهر ترابها حتى الشهادة ليوضعوا كليل الفخر على رؤوس أمهاتهم. بعيد الأم بنقول لأمهات الشهداء جميعا كل عام وأنتم بألف خير. واليوم معنا بيسرنا يكون معنا بصباحنا غير لليوم السيدة ابتسام الحسن، أم لشهيدين يوسف الشيخ إبراهيم ومحمد الشيخ إبراهيم، نموذج حي من نماذج كتيرة موجودة بأرضنا سوريا. كل عام وأنت بخير والله يرحم أولادك الشهداء ويقويكي ويصبرك. الله إن شاء الله تسلمون. وشكرا أنك أنت موجودة معنا اليوم لتشاركينا. إن شاء الله كل سنة وأنتم سالمين، وإن شاء الله كل سنة وكل أمهات سوريا بخير، ولأمهات الشهداء عيد خاص لهم، يعني هذا مع غصة يعني مع دمعة، بس كل سنة وهن سالمين. كل عام وأنت بألف خير يا أختي. كل يعني شو ما حكينا ما بنقدر نوفيكي حقك. وبلدنا غالية وبدنا نضحي، بدنا نضحي نحن وأولادنا والجميع، والحمد لله يعني الله بعت أولادنا واعيين وصابرين وشاطرين يعني الحمد لله، وعندهم هالعزة إن يروحوا يدافعوا عن بلدهم، لأنه عندهم أمهات مثل حضرتك. لما نشوف الشباب هالقد بيحبوا وطنهم هالقد بيدافعوا عن تراب وطنهم، يعني هن اندرسوا بهالبلد وتعبت عليهم هالبلد، تعبت عليهم، درستهم، شربوا من مياتها، عاشوا عترابة، بدين يضحوا إجباري، بدين يضحوا يعني حقهم يضحوا، حقهم يضحوا على هالبلد أكيد. يعني ست والله بعد يعني ما درسوا وتعلموا وخلصوا وتخرجوا راحوا على عندك اثنين شهداء الله يرحمهم الرحمة. أيوة لروحهم الطاهرة يعني. وعندك الشاب الثالث كمان عسكري عم يخدم بالجيش العربي. أيوة السوري. عندك أيوة الشاب من فترة كمان الحمد لله صح ورجع على محله مكانه الجيش يعني. الله يحمي لك يا ويخلي لك. عندك شهيد البطل الملازم يوسف الشيخ إبراهيم استشهد بال 2014 بضحية الأسد. عندك شهيد البطل الملازم أول محمد الشيخ إبراهيم كمان استشهد بحلب. فبدنا نقول الرحمة لروحهم. وعندك الشاب الثالث بدير الزور. بدير الزور إيه والله. إيه والله. وعندي كمان أبو يوسف تصاب كشك كمان هون كان يشتغل كمان بسبب الإرهابي. إيه والله. والحمد لله. ونحن بخير إن شاء الله. وأنا تمنيت يكون هذا اللقاء بالانتصار الكامل. الحمد لله روائح الانتصار فاحت بإذن الله، لكن تمنينا يكون الانتصار الكامل بإذن الله وإن شاء الله قريبا. تعرفي ليش نحن عنا أمل في انتصار كبير؟ إن شاء الله. تعرفي ليش نحن عنا أمل كريم. في لأنه عنا أمهات مثل حضرتك بهالبلد نفتخر. الله كريم. أي والله الحمد لله. بدنا نصبر يا خالي وبدنا نضحي، بدنا نضحي مشان هالبلد اللي نحن عايشين بترابه على أرضه، من شربنا من مياتها، كل شيء يعني. هي بلدنا، هي حبيبتنا، هي أمنا سوريا، أم الكل سوريا، مو بس أمي، أم الكل، أم كل سوري شريف. وأنا بهني كل أم بتساعد ابنها يساهم إنه بهال يروح هلا في أمهات لا تروح. أنا من نيمي وحتى الناس قلت له ماما درستكن وعلمتكن لا تروحوا تتطوعوا بصراحة يعني. قال لا يا ماما ما تعلمنا بمدارس البلد؟ قلت لهم ايه. ما شربنا من مياتها؟ ما رحنا؟ قصرت معانا البلد؟ قلت لهم لا. هلا اجى وقتها. قلت لهم الله ييسر لكم، ما بوقف بطريقكم، الله يحميكم وييسر لكم. ست ابتسام يعني انت عطتيهم قوه وهن عطوكي قوه. ايه الحمد لله. اليوم بعد طبعا ما اجاكي خبر استشهاد ابن حضرتك اللي هو يوسف، ايه والله، كان لساته محمد لساته عم يخدم أيوة بالجيش، قديش اختلف عندك وقديش قويتي يمكن اكثر؟ والله كثير. كان محمد طالب بالمعهد، محمد لما اجى والله كان كارثه، كان يعني شيء صعب كثير علي وعلى امه وعلى اخواته وعلى انا امه وانا كثير تاثرت. لكن محمد كان دائما ماما مشان الله لا تبكي، مشان الله خلينا صابرين، ماما انا بس كمان خلصت ما حد بدي يروح كمان مثل اخي، ماما بدنا نضحي، ماما ليك هالبلد شو صار فيها؟ نحن بلدنا في اجمل بلد بالعالم، كانت اجمل بلد بالعالم، شلون صار فيها هيك؟ قلت لهم الله ييسر لكم، انا بهنيكم على هالشجاعه وعلى يعني دفعوا ارواحهم يعني عشان هالبلد. قلت لهم الله ييسر لكم يا عمي. والله يا خالي يوسف يعني كان من المهذبين والكويسين،
والله يسر له وتيسر على طوعه. لما استشهد كان صعبت علي كثير، لكن الحمد لله لأنه بفداء الوطن بهالأرض صار في شيء صبرك. أيوة صب الله سبحانه وتعالى كان يصبرني. بدنا نضحي، يعني أنا بهالعمر يصح اللي بروح بروح ساعد. الله يحميك يا والله العظيم. وابني الثاني محمد الله يرحمه كمان راح قال ماما مثل ما راح أخي أنا بدي أروح. الله ييسر لك. كمان استشهاد وكان كثير هاد لأنه كان يصبرني على حزن أخوه. استشهد بعيد الأضحى؟ بعيد الأضحى. بعيد الأضحى، قلت له إن هذا عيد صعب كثير بس لأنه فدى هالوطن وفدى هالبلد وهالأرض. الله يرحمه. إي والله. الله يرحمه. والحمد لله. الحمد لله عندنا أولاد واعيين، كتر خير الله. لأنه عندنا أمهات واثقين من نفسهم. إي والله. أنا بعيد الأم شو بتقولي لكل أمهات الشهداء اللي عم يتابعونا الكل اليوم والله. بعيد الأم لكل أمهات رجال الجيش. والله أنا بقول لهم كل سنة وهن سالمين واللي كل وحدة عندها ولد تشجعوا إنه يساهم بهال، لأنه هاي حرب صراحة، حرب صعبة شوي، حرب الأرض والعرض سوا. وأنا بهني كل أم بتشجع ابنها، ولكل أم شهيد قل لها كل سنة وانتي سالمة وارفعي راسك لتقويهم مثل ما انتي قوية. أيوة. وصابرة. شو بتحبي تقولي لتقويهم؟ أنا بحكي لهم أنه مع أولادنا بدنا نقوى أكثر، مع استشهادهم بقوى. أنا والله أنا بتكرم، أنا تكرمت بشهادتهم لأولادي. وبتمنى كل أم تكون مثلي إن شاء الله. ان شاء الله يا رب. الله يرحم ارواح الشهداء كلهم يا رب، يخلي لك ابنك اللي بدير الزور ويحميه ويرجعه للبيت منتصر. اكيد ان شاء الله بينتصر هالبلد وبيرفع راسك فيه. ونحن بنفتخر بهالبلد، بنفتخر بقائد هالبلد. قائدنا قبل ما يصير قائدنا هو حكيم، والحكيم يعني ما في داعي نشرح عنه، هو حكيم الحمد لله، حكيم بكل شيء. ونحن ارواحنا في هالبلد ورئيسنا والله، لأنه ما قصر من طريقنا، أعطانا كل شيء، ربى أولادنا وعلمهم. شو بدنا نساهم معه نحن وهو، بدنا نساهم لنحرر هالبلد. طيب إذا إذا محمد ويوسف أولادك هلأ عم يسمعوك، شو بتحبي تقولوا لهم كلمة؟ بقول لهم الله يرحم رواحهم، خلوا غصة بروحي وبقلبي، لأنه رب العالمين دخيله كرمني بشهادته، بس راحت روحي وقلبي معهم. وانا قلبي راحت لتحرسون. اي والله راحت لتحرسون. اي والله، لكن الحمد لله ما بقول غير انه الحمد لله، الله كرمني بشهادته. بس والله غصة كل العمر، الارض غالي بس الولد ما في اغلى منه. الولد غالي كثير، وخاصه اذا كانوا اولاد مهذبين يعني مربيين. ربيتهم مثل ما بتمنى انا، مثل ما بحب، وعلمتهم والله يرحمهم. يعني عن جد مربيين تربية حلوة، مهذبين، مثقفين، شهداء يعني كمان هي الأحسن. يعني يا رب العالمين كرمهم بهالشهادة لأننا مهذبين أكيد. وما بدنا ما بدنا اليوم عيونك تدمع، بدنا إياكي تكوني مثل ما شفناكي أول شيء. ما أبكي خلص، أنا ما بدي أبكي، هيك حكيت للأولاد ما بدي أبكي. أنا ريحة بس ما بدي أبكي، خلص خليت البكي هون بعدين. دموعك غالي علينا، غالي. انت ست قويه كثير مثل كل امهات سوريا اللي حكينا عليهم ببدايه الحلقه. انت اليوم رح تعطي قوه لكل الامهات اللي فقدوا عزيز وغالي، وهيك ونشوف ومنتصر ونرفع راسنا فيه وبشهدائنا. نحن بنكبر فيكم، نحن بنكبر بكل الامهات السوريات. انت موجوده هون لتقوي جميع النساء السوريات، نحن بنكبر وبنقوى فيكم. بهني كل ام شهيد، هني كل ام شهيد، وبقول لك كل سنه وانت سالمه. امهات سوريا كلهم، وبوجه تحيه لرفقاتي بالدوام كمان، اسر شهداء كلهم تقريبا، يعني بقول لهم كل سنه. واولادك اللي عم يحضروكي بالبيت شو بدك تقولي؟ والله بقول لهم الله يحميهم. وهني كمان يعني هذا البكالوريا، يعني اللي بدي اخذ البكالوريا واروح على الجيش الله ييسر لك. الله يحميه. انا بقول الله يحميه وييسر. الثاني تاسع كمان بقول له الله ييسر لك، ما عندي اي مانع. يعني حتى لو انه اخواته شهداء خلص ما بيصير غير المقدر رب العالمين،
والشهادة ما في أحلى منها، بنرفع راسنا فيها. أكيد ست ابتسام، حضرتك اليوم عندك ابن بالجيش وعندك ابن إن شاء الله هيك يا رب صح. الله يكتب له المستقبل المنيح وعم يدرس بكالوريا إن شاء الله يا رب بينجح شاء الله يا وبيدخل رب. الفرع اللي بده إياه كل ما بتفرح بولادك إن شاء الله يا رب. اليوم حضرتك موجودة بوسطك المحيط بالسيدات المحيطين حواليك، قديش عم تقدري تعطي قوة لهدول الأمهات يلي عم بيشوفوك بعتي ابنك الأول والثاني والثالث موجود وإن شاء الله الرابع يا رب؟ والله أنا بقول لهم يعني كلنا بدنا نكون هيك، لازم نكون هيك، إذا ما كنا هيك معناتها ضاعت تربايتنا، يعني ربتنا البلد، بلدنا أمنا سوريا ربتنا، معقول يعني إنه نسخة فيها؟ ما بنسخة فيها، يعني هي ربتنا ونحن بدنا نعطيها مثل ما عطتنا. وبحكي لكل أم تترك ابنها يروح ولا، وتشجعه كمان تشجعه يتيسر. هلا أولادي بيقولوا لي بدنا نروح بدي اتطوع ماما بالكلية، بقولوا الله ييسر لك، بيحكوا لي ناس يعني لك راح أولاد اثنين وابنك بالدير وما بتعرفي شو بيصير، بقولون الله ييسر لهم ما بيصير غير لهم قدر رب العالمين والشهادة على راسي. نحن بنرفع راسنا أكيد بشهادة. يمكن سلمى نحن بنكبر بجميع الأمهات السوريات أمهات الشهداء، بدنا نقول الرحمة لجميع شهداء سوريا. يمكن قد ما حكينا سلمى ما بنقدر نوقف نوفي الأم السورية حقها، نحن قدام يمكن كلماتها بنخجل وقدام دموعها بنخجل، فتحية لكل أم سورية اليوم عم تتابعنا عبر شاشة الإخبارية السورية، نحن بنكبر فيكم بنكبر بصمودكم. ما بعرف يمكن قد ما حكينا سلمى ما بنقدر نوفي جزء بس من صمودهم وصبرهم وهي القوة والشموخ اللي يمكن عم تعطينا إياها هلأ بوجودك ست ابتسام، نكبر فيكي نحن أكيد يعني نور. ونحن عم نحكي مع الست ابتسام قبل ما تبلش الهوى كانت عم تحكي لنا عن يوسف عن محمد وعن ابنها الثاني اللي بدير الزور، حكت لنا يمكن القصة بكتير من القوة والصبر، استرجعتها بكتير من الفخر. يعني يعني في كثير كلمات بتوه قدام هاي القوة، يتيسر يمشي بدنا ندافع عن هالبلد، اذا مو نحن دافعنا وانتصرنا مين؟ بدنا ننتصر باذن الله، باذن واحد احد بدنا ننتصر نحن، وبدنا ننتصر ونحن بايدنا بايد رئيسنا قائدنا، وهالبلد ان شاء الله صامده دائما. بلدنا اجمل بلد بالعالم، حلوة بلدنا كتير حلوة كتير لأنه أنتوا فيها حلوة كتير إن شاء الله لأنه فيها أمهات مثل حضرتك. الحمد لله الحمد لله نشكر الله أنه الله سبحانه وتعالى بعدنا ناس طيبين مثلكم أنتوا الشباب اللي ضحيتوا كمان ومشيتوا وخليتوا هالبلد توقف على رجليها من أكثر من أول بإذن الله تعالى، وشكرا لكم والله يحميكم، وإن شاء الله هيك دائما الفرح والسعادة، وإن شاء الله بالانتصار بنفرح أكثر ومكون فخورين فيكم انتو الشباب. اكيد ست ابتسام اكيد ابنك اللي بدير الزور بيكون متمني يكون معك بهذا اليوم. والله. بس الواجب واجب الوطن هو اهم من اي واجب. قلت له ماما ليك انت حكيتي معه سمع صوتي حكي معي وأيد علي من يومين قال لي بلكي ما في تغطية، قلت له الله يحميك ماما الله يحمي ان شاء الله يكون عم يشوفنا اليوم او عم يسمعنا، شو بتحبي تقولي له؟ والله الله يحمي، بقول له الله يحميك ويرجع لي اياك بخير وسلامه وانت بطل وان شاء الله بتضل بطل هو وكل شاب وعسكري، وان شاء الله كل ولدي بيرجع لامه بخير وسلامه، وانا بفتخر فيهم وبرفع راسي فيهم لانهم شاطرين وكويسين ودمويين لبلدهم، انا برفع راسي فيهم الشهداء واخواتهم وبرفع راسي بكل شاب شريف وبيحب بلده، وبرفع راسي بكل ام شريفه وكويسه وبتدافع عن هالبلد، مو بشرط انها تحمل باروده، بكلامها الحلو انا برفع راسي بكل ام، ونحن بنرفع راسنا فيكي بوجودك. يعني نحن شو ما حكينا لحضرتك وشو ما قلنا لكل ام سوريه في كثير بيوت بسوريا، انا جاي لاحكي وهيك وافتخر كبرنا بالعكس نحن كبرنا فيك، فخورين فيك وشكرا لكم كثير على هالاستضافه الجميله، وانا كثير فخوره فيكم والله انا بكبر فيكم وبكبر بشهادة أولادي وبكبر ببلدي وبرئيسي وبكله. نحن ولا شيء قدامك وقدام اللي قدمتي وقدام كل أم سورية قدمت لبلدها، بنتمنى يا رب نكون قدرنا نذكر ولو نموذج من نماذج سيدات كتير سوريات على هالأرض قدمت أغلى شيء بتملكه، قدمت ضناها لتبقى سوريا حرة وأبية. شكرا كتير لوجودك معنا وكل سنة وحضرتك بخير وبخير، وبتشكركم كتير لكادر
ساعك الليات واللي ساهم واستضافتكم ما في اجمل منها. الله يطول بعمرك. الله يطول بعمرك يا ابتسام، كل عام وانت بالف خير. نحن بنفتخر فيكي، نحن بنكبر فيكي، والرحمه لجميع شهداء سوريا، الرحمه لاولادك محمد ويوسف الشيخ ابراهيم. ان شاء الله عيد الجاي بهاليوم تكون كل الناس فرحانه بالانتصار. امين يا رب. شكرا كثير. شكرا كثير لك. ان شاء الله تسلم.